وليس من لازم أن كل المسلمين يختارون كما في الانتخابات، هذا ما هو بنظام الإسلام. يكفي أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وأهل الرأي والمشورة، إذا اختاروا إماماً للمسلمين لزمت طاعته الجميع، لزمت طاعته على جميع المسلمين. ولا أحد يقول أنا ما اخترت، أنا ما بايعت، أنا كما يقول بعض الجهال الآن. أنت من المسلمين، أنت من المسلمين، والمسلمين اختاروا هذا الرجل إماماً لهم، فلا يجوز لك أن تشذ وتخرج منهم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، أدناهم يسعى بذمتهم. فكيف كيف بأهل الحل والعقد والمشورة والرأي؟ فالصحابة أطاعوا لأبي بكر، مع أن الذين بايعوه هم قادة المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة.